لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أيمن عيتاني، الأستاذ المحاضر في النيو ميديا والخبير في الإعلام الاجتماعي. سيد عيتاني، انطلاقا مما حدث مع موقع ريدت، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن مثل هذه المنتديات يمكن أن تتحول إلى مجتمعات موازية؟ هلا، موقع ريدت هو من 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 أركان الإنترنت، من طريقة التواصل مع الناس. يعني إذا بنشوف طريقة التفاعل فيه لريدت، الأشخاص العادي الموجودين على الإنترنت هن بيحطوا المواضيع، أشخاص غيرهم بيقولوا نحن بنحب نقرأ هالمواضيع ونحب غيرنا يقرأها، وفي ناس بتعمل تعليقات، وفي كمان ناس بيعملوا إدارة للتعليقات في حال التعليقات بدها تعديل معين. فهو مجتمع افتراضي متوازي من دون إدارة عامة. إذا بتريدي الأشخاص هني بحد ذاتهم بيجمعوا حالهم بمجتمعات معينة وبينظموا حالهم بحالهم، وهو صار له فوق العشر سنوات يعني ريدت ماشي بهالطريقة. عن جديد صار في شوية مشاكل لما حاولت مؤسسة ريدت كمؤسسة إنه تعمل شوية تنظيم لهالمجتمع يلي صار له 10 سنوات عم بينظم حاله بحاله، وهون بنشوف المشاكل اللي صارت يلي أدت لاستقالة السي او. الآن عندما لوحت إدارة الموقع بالإشارات الحمراء لعدم تجاوز المستخدمين لتلك الخطوط التي منعوا من تجاوزها، إلى أي مدى يمكن أن نقول إن هذا السلوك صحي داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى أي مدى يمكن أن يكون ناجحا أو ناجعا في كبح جماح هذه الحريات التي من الصعب السيطرة عليها نوعا ما؟ هلا، هو ركن اساسي من نجاحه لريدت هو انه هالخطوط الحمر ما كانت موجوده او ما كانت مفعله اذا بدك، فمنشان هيك كبر كثير بطريقه التفاعل والتواصل، والناس حبت انه تشارك معلومات عليه. هلا لما حبوا انه يعملوا نوع من تفعيل وتنظيم له، يعني كان فيها تنعمل بطريقه ثانيه. يعني في كثير ناس حكوا انه لو افضل انه حكوا مع هالناس يلي عم بتنظم، لانه هن كمجتمع في ناس بقلب هالمجتمع عم بتنظم حاله بحاله، لو حكوا مع هالمنظمين لياخذوا رايهم انه شو افضل الطرق تنعمل، كيف طريقه التنظيم، لانه هول الاشخاص يلي هن جوازون هن نفسهم يلي من المجتمع بيعرف المشاكل بيعرف حلولها، وهو نفسهم يلي عملوا مشاكل ليوقفوا الخدمه عليها، لانه هن عندهم هالقدره انه يوقفوا الخدمه او يفعلوها. ووفق هذه العلاقه سيد عيتاني، هل هو متاح لدينا نحن كمجتمعات عربيه ان تكون لدينا مواقع بهذا الحجم وبهذه المساحة من الحرية بالنظر إلى خصوصياتنا بكل أفرعها السياسية والاجتماعية أيضا؟ سؤالك بمحله، خاصة انه يعني موقع ريدت مبني على الاوبن سورس، يعني البرمجية تبع ريدت متاحة للناس تستعملها. يعني في حيلا حدا هلا من المشاهدين ياخذ كل البرمجية تبع ريدت ويخلق صفحة موقع مثل ريدت باللغة العربية هو يعملها لحاله، لأن البرمجية كلها متاحة للكل تستعملها. وفي كثير مؤسسات حاولت، مؤسسات واشخاص حاولوا باخر 10 سنوات يعملوا نوع من تقليد لريدت لانه هالبرمجيه حاضره تنعمل. الندفه اللي شوي اصعب في حال حدا يبلش فيه اليوم مش من 10 سنوات، انه الاعلام الاجتماعي كثير ساعد للناس تاخذ اخبارها. يعني الناس بتروح على فيسبوك على انستغرام وعلى سناب شات وعلى تويتر لتاخذ الاخبار من غير اشخاص ومن غير مؤسسات اعلاميه، فشوي اصعب الواحد يبلش اليوم موقع مثل ريدت، بس بيقدر بعد يحط موقع ويكبر ويتواصل، خاصه انه مواقع اجتماعيه مثل فيسبوك وتويتر وسناب شات عم يشوفوا اهميه الاعلام وعم يشتغلوا مع مؤسسات اعلاميه لحتى يكونوا هن موجودين عم بيعطوا الاخبار. الان نريد ان نتوسع اكثر، بما انك تطرقت الى فيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أي مدى أصبحت الآن ماهية العلاقة بين المستخدمين وإدارة هذه المواقع تخضع لأنماط معينة وسلوكات معينة، بما أن ربما المستخدمون أصبحوا يتمتعون بالسلطات كالتي شاهدناها مع موقع ريدت تؤهلهم للتحرك بحرية ربما يصعب السيطرة عليها كما ذكرنا؟ هالمواقع لما توصل لهالاعداد الهائله من مئات الملايين الاشخاص اللي موجود عليها، بصير صعب بالمؤسسه بحد ذاتها تعمل اداره للمحتوى للاشخاص. فبهالطريقه يعني بصيروا بيشتغلوا مع ناس بقلب
هالمجتمعات الافتراضية لتساعدهم أنه تعمل نوع من إدارة المحتوى، وإذا في مشاكل يعني تلفت النظر للمؤسسة الكبيرة لتراجع هالمحتوى لحتى تشيله وتمحيه أو تعدله. ففي ضرورة لما تكبر بهالأعداد الهائلة من الناس أنه يكون في اتكال على المجتمع بحد ذاته لا يلفت أنظار على محتوى للتعديل. أيمن عيتاني الأستاذ المحاضر في نيو ميديا والخبير في الإعلام الاجتماعي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على المشاركة.